رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه زوجه يتلالا وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نام إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وفي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء وصل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخافتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرض مدحيا ولا قمر منيرا ولا شمس مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى. فقال الأمين جبريل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى. فقال جبريل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال: السلام عليك يا رسول الله العلي العالى، وعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرب مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء؟ هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جم من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات. فقال علي: إذن الله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، فلا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن الله فزنا وصعدنا، وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم صل على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت العالى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.
فاتحہ. بسم اللہ.